السلام عليكم. رقم مال سياره من عند الماني، هاي العالم تشهد وتسمع. رقم مال سياره صار لي بسنتين اراجع به، تروح للدوله طب جوه يقول لك مشكلتك مخلين لابسين بطلون وقميص مدنيين، يعاملك معامله اربع اوراق اطلع لك الرقم. زين انتم شنو شغلكم؟ وين؟ ها باللي المرور مال تاجيات ومال الطبشي. مرور التاجيات. تروح الطب للدائره يقول لك مشكلتك. مرني بعد شهر. بس ما رخصتك؟ رقم واحد ضاع من عندي. يعني 400 دولار؟ 400 دولار تعطيني يعاملك معامله لبرا. خلي شويه. بيناتنا الله. خلي اسولف. وهذا شهر محرم. خلي اسولف لك سالفه صغيره. انا ضحكت لسبب واحد. مرور التاجيات قبل ايام منعتوني ان ادخل المديريه جوا اصور، اللي منعتوني رغم اتصالي بمكتب اللواء عامر العزاوي مدير المروريه العامه وبالاتصال مع نقيب فادي. زين يا بليش ما تدخلونه؟ والله اجراءات، ما تعرف شنو الاجراءات. وصلنا بباب الدائره الكل تقول هذا معقب هذا معقب هذا معقب، وجابوا لنا الاسعار. هسه هذا الرجل وين؟ بعلوه الرشيد. يشتغلونهم يناقشونهم يعطوهم لهم نسبه. شو اسمك؟ داخل اسمي محمد هاشم جبر. محمد بيتنا بالوشاش. محمد ايه؟ بعلوه الرشيد شفته بالصدفه، لا اعرفه للرجال بيناتنا شهر المحرم رقم عنده سنتين صار لي عاني بيه. فمعناها نرجع لربطنا والحلقه بالتاجيات، معناها من منعتوني يا اخوي والناديت انت ابو التاجيات ابو مرور التاجيات من ناديت واني خارج الدائره مالتك، وتريد تمنعني من اني خارج الدائره رغم هي مو صلاحياتك ولا باستطاعتك، لا انت ولا غيرك تمنعني، لا انت ولا غيرك. يعني حتى اذكركم بها المسؤولين، اليوم مواطن بالصدفه شفته بالرشيد، معناها انتم فاسدين يا اخوي فاسدين. بنص الانتخابات هل من طرف مياد الحناوي هل من طرف سعد الحلي، انا على ابوكم لا ابو الشريف اللي بيكم ما طول ما تخافون الله وما تساعدون العالم، انتم تظلون ناقصين وتظلون نفس القوانين. تصير الانتخابات ونفس العالم، ما سويتوا لنا شيء، ناس كانت الاجواء. هذا تفضل، هذا جاي من مين؟ زين محمد، اليوم هذول مو كل سنه تبدلت المرور، ليش وضعها نفسه؟ يصير لنا شهر احنا عمي، مو شغله دوله وحكومه، احنا مجتمعنا عمي تعبان، احنا ما ادري ايش فينا، ما ادري صار بينا. احنا يساومون علني؟ مساومه الله وكيلك، يعاملك معامله كانه ما شلون تريد تشتري طماطم. طب للدائره يقول لك مشكلتك من الشباك، يلا اطلع فد شهر شهرين وارجع لي، مخلين لهم اللي ورا مدنيين واقفين. تمام. وروح لاحظوا خاف تقول كذب انت بعينك روح. شفناها ورحنا وشفنا اكو معامل. تحكي من طرف فلان ما تقدر تحكي عمي. تعطيه فلوس يسولك فدوليه فد فعاليه يرتكب عليك يجوز. هاي المناشدة الثانية تطلع على المرور والشكوى الثانية تطلع على المرور، واحنا راح نرفق هذا الفيديو وندزه الى السيد لواء عامر العزاوي، خلينا نشوف شو حيسوي. زين احمد الوالدة كان التي بالعيشة التي بالرقم التي يعني الناس كل بلاني اشتغل الحمد لله، بس اكو ناس تعبانة يعني عاملك معاملة اربع ورقات. زين انت شنو شغلكم؟ اسد الدائرة واسوي لي مثل كم برمج قار بالشارع وعامل العالم بعد عليهم يسوون دولة. انا اشكرك.